تقدم الفنانة التشكيلية لنديب في معرضها الذي يحتضنه المركز الوطني للفنون البصرية تشكيلة فنية يتفاعل فيها فن الحفر والمطبوع بأنواعه. وشكلت لينا عبر لوحاتها بناءً لونياً بتعايش متين ومقنع فنياً يقدم رؤية جديدة حول بناء اللوحة التشكيلية، حيث اعتمدت عبر أكثر من 50 لوحة في المعرض على الرمزية عبر التمازج الخطي واللوني المدروس بين الحفر والتصوير. بعيد للماضي حضوره بأسلوب معاصر من خلال لوحاتي، وألجأ إلى الاختزال والتبسيط، لأنه مثل ما بنعرف أنه الفنان عليه أنه هو بيشوف في عينه، إنما الصورة تنطبع في أعماقه وفي عقله، فبتكون بيكون المشهد يلي أمامه هو بينطبع بذاكرته وبصيغة بصياغة أخرى بقالب فني جديد. هي رسالة، مع أنه المعرض هو عن تجربتي الفنية في مسيرتي الفنية لمراحل مختلفة في فن الحفر والتصوير، إنما هي أعمال جديدة كتير أنتجتها في زمن الكورونا، لأنه هي الحبسة ما كانت صحية، حبسة للصحة، إنما أنجزت خلال أعمال مجموعة أعمال جديدة، والعمل بيولد عمل والعمل بيخلق عمل، فهي كتير عطتني حافز قوي. فأنا بوجه رسالة للكل إنه في حال إنه الإنسان الظروف فرضت عليه إنه هو ممكن يضل واقف ضمن هالظروف، ما ينهار الإنسان، لأنه في كل ما مجال ممكن الإنسان يكون قادر على العطاء مهما ضغط.